منتظرينكم على الهوا وزينة لست على الهوا. انا حاسس ان انا بعمل حاجة غلط. مش غلط ولا حاجة يا علي. لا غلط يا اخي، مش غلط ولا حاجة. لا غلط، انا عارف ده مستقبلك ومستقبل عيالك يا اخي. شوف سنيور علي يا ابني، خنقتني بصفافك ده. شوف 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 ايه، انت هتاخد نسبة كبير، مش راح تكسر حاجة. بقى ده ايطالي ده؟ انا شايف ان كلامك ده كله مفهوش كلمة ايطالي غير كلمة شوف. بص هات الورقة امضيه وانا اروح اجيب البطاقة بتاعتي واجي. شوف انا ماشي وجاي. مستنيينك يا علي، مستنيينك. على السلامة. على السلامة علي. ايه رايك بقى؟ تمام يا ايمه، تمام. انا تمام. ايه ده لطف الجمال ده يا رجل؟ انت جبت الايطالي ده منين؟ مش ثقافتك هندي؟ انا ما اعرفش جه منين، انا بس اللي قدرت عليه وخلاص. المهم ان انت خلاص البيت اللي انت عايزه هيبقى بتاعك وهيمضي وطلع يجيب البطاقه. وانت يا حلو تاخد البترول. بترول ايه يا هيما؟ بترول ايه؟ ما احنا دافنينه سوا، انت عارف ان دي كلها ميه مجاري. يا سيدي بهزر معاك، الواحد ما يهزرش معاك ويفكش معاك، عمولتك محفوظه وما تقلقش. بس بس جه جه جه، اشتغل اشتغل اشتغل. شوف مسيو ابراهيم، شوف حبيبي، هات الورق عشان امضيه. معاك كلام. شوف سنيور علي، انت امضي هنا امضي هنا امضي هنا. شفت او ابصم. طب ايه رايك امضي هنا وبعدين امضي هنا وبعدين امضي هنا؟ اللي انت شايفه. شوف كده حلو. بل انت كده صح. ماشي، سلام عليكم. السلام علي. شوف الواد والنصاحة. سلام علي. شاركونا بأفكاركم يلا يلا.